أمل، أنت فعلا سافرت على حسابك علشان تحضر المعرض الرابع للمخترعين في ماليزيا، وكنت السنة اللي فاتت برضو مفروض أنك تسافر مكان تاني بس ما سافرتش، لكن السنة دي سافرت وأصريت. عايزين نعرف منك عملت إيه هناك وإيه اللي نتج عن سفرك؟ والله هو قبل كده كنت مسافر جنيف، كنت همثل مصر برضو، اعتبر كنت المصري الوحيد همثل مصر برضو. حصل المشاكل مع اني دفعت كل التكاليف برضو كامله، حصل يعني مشكله من السفاره اللي هو قوي، لا لازم تاخد ميعادك زي اي حد بياخد ميعاده، مع اني المفروض همثل مصر، المفروض الاجراءات تبقى اسرع من كده كمخترع، المفروض يبقى ليا يعني على الاقل اولويه. بالظبط. بعد كده هو مش كمخترع، كحد حتى عنده حاله طارئه انه يعني طالع حاجه لازم الدوله تكون بتسهل له ده او بتوفر له ده. يعني ما تسهلش وما طلعتش. السنه دي برضه ما فقدتش الامل، كده كده الحمد لله مش فقد الامل، في مشاكل كتير طبعا بس ما فقدتش الامل. السنه دي الحمد لله صممت ان انا عايز اخش معرض دولي، اعتبر كانت اول تجربه بالنسبه لي. سافرت الحمد لله ماليزيا، كان يعني وضع جميل جدا، وكان في يعني ممكن برضو نقطة سلبية اللي أنا روحت هناك، يعني كل دولة بتدعم المخترعين بتوعها ودفع لهم فلوس والإقامة على حساب ماليزيا، فأنا قاعد في المكان بتاعي فيلا تاخد 7 أفراد، وكل كل مكان جنبي واخد 7 أفراد جايين من كذا دولة. أنا قاعد لوحدي، مصري قاعد لوحدي، هم فاكرين إحنا مصر هتدعم مخترعين وهتبعت عدد، فأنت بتبعت عدد عشان ممكن يكسب منهم 3 2. أنا كان بالنسبة لي أول تجربة، يعني بعمل تجربة، ما كنت خايف يعني ممكن تكسب ممكن لا، بس الحمد لله لقيت الحمد لله مستواي كان. طب انت حاولت يا محمد قبل ما تسافر ان انت تروح للجهة المسؤولة هنا عن الموضوع ده، اللي هي انا ما اعرفش هي ايه بصراحة، بس يعني حاولت تروح لجهة معينة تقول لهم انا راجل مخترع كذا 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 وفي معرض فلاني، تقدروا مثلا تقدموا لي نوع من انواع الدعم، ورفضوا، ولا انت ما حاولتش اصلا؟ لا، هو انا عن طريق في احد الجهات اللي هي يعني كنت اتكلمت معاهم. هو اولا كنت حضرت قبل كده في اكاديميه البحث العلمي، قال لك احنا ما نقدرش ندعم اي حاجه بفلوس، تمام، دي نقطه. تاني حاجه، كل المعارض دي بتتبعت اصلا اوتوماتيك للاكاديميه، بتتبعت لكل مكان. احنا عايزين مخترعين للمعرض الفلاني او حاجه، هم ما بيبعتوش اصلا، ما يسالوش اصلا. طيب. لو انا مره حصل واتصلت قلت لهم السفر مكلف اصلا بيني وبينك الايام دي يعني ده حتى السفر مكلف يا عمرو، كمان الدعم النفسي اللي هو بيحكي عليه كان محتاجه على الاقل في مسابقه مهمه زي دي، هو مكلف برضه. طيب محمد، كلمنا بقى عن البروجكت بتاعك ابليكس اللي انت دخلت فيه. هو الاختراع بتاعي جهاز بتركبه على جنط العربيه، بيحل 5 مسامير مره واحده، 5 أو 4 بدون مجهود، انت بتحط الجهاز وكانك بتحل صاموله واحده، ممكن بالكهرباء او مانيوال، فبتركب الجهاز وتحله مره واحده بس في لحظات بسيطه يعني. يعني فده مثلا لو العجله بتاعت العربيه فرقعت او اي حاجه تقدر تحل ال5 مسامير بتوع الجنط وتركبهم تاني، انت ما بتمسكش حاجه بايدك، حتى انت لو لابس بدله ولا حاجه طبعا مش هتوسخ ايدك ولا كده. طبعا الواحد يعني لو بيجرب بيتبهدل جدا طبعا، ويبقى وضع صعب، امال ده الجهاز بيحل الخمسه ويركبهم تاني في لحظات يعني. تمام. طيب وازاي فكرت في الموضوع ده يا محمد؟ هو والله ما كانش اختراع واحد، هو كان وقتها كان 27 اختراع، فانا اخترت اختراع بسيط، تكاليفه على قد امكانياتي اللي اقدر اعمل واجرب، وطبعا ممكن تعمل تجربه ويحصل فيها مشكله وتعيد. فالمهم بدات بالفكره دي اصل انا ابدا اطلع افكار تانية. انا لما رجعت من ماليزيا جات لي 3 اختراعات جداد، في منهم حاجه طبيه، في منهم حاجه اتصالات، بس يعني انا عايز تشجيع اطلع الاختراعات الباقيه، بس انا طول ما انا شايف في سلبيه انا هعمل ايه يعني. يعني ايه بقى 27 اختراع تاني؟ لا ما كتير، في مجالات كتير، انا يعني مش تخصص معين، انا الميكانيكا الحمد لله في مكتبه اسكندريه علمت نفسي، قريت وعرفت يعني بحب ايه، لاي اختراع يجي لي ابدا اعرف عن المعلومات ان شاء الله بقدر انفذه. فهم على عادي يعني تخصصات مختلفه مش تخصص معين. طب ايوه احكيهم. لا عشان مش عامل براءه اختراع ما اقدرش اتكلم عليهم. فهي الفكره. طب وانت ناوي تعمل براءه اختراع انت؟ لا، هو الاختراع ده عامل لي براءه اختراع، عامل لي براءتين اختراع. يعني ان شاء الله الافكار الثانيه لما ابدا اشتغل عليها براءه اختراع هبدا ان انا انشرها، مفيش مشكله. تمام. محمد، وانت هناك بعد ما حصلت على المركز الاول رفعت علم مصر والحمد لله، حتى لو ما فيش دعم من الدوله احنا بنحييك وبنبارك لك تاني. عايز اعرف منك، ما جالكش اي عروض من هناك بقى ان هم يتبنوا المشروع بتاعك ويطوروه ويوصلوه بقى للمرحله اللي انت عايزها؟ لا، هو يعني كمبدا انا مش عايز ابيع الاختراع بره، يعني انا كنت بعته من زمان،
بس انا عايز اعمله في مصر. احنا بعد الثوره مصر اكيد انك تعمله هنا. انا مصر في التحدي في المشاكل زي ما تحديت المشاكل هتحدى صعب الاختيار اللي انفذه هنا ان شاء الله. فانا يعني ممكن العرض اللي انا بدات اعرض عليهم الاقتراض ده مثلا بيتباع ب $50 طبعا. فالناس صراحه بتقال كويس جدا وناس قالت لي احنا نبعت لك لو عايزين بس نستنى ان شاء الله احنا ربنا يسهل. طب ولو جالك عرض كويس هعمله هنا برضه. هتعمله هنا برضه؟ ممكن اخليهم يجوا يعملوا مصنع هنا. طيب محمد انت شايف ان يعني ايه الحل للمشكله اللي بيواجهها؟ دايما بسال اصلي كل الشباب اللي بيجوا لنا اللي هم عاملين اختراعات. احنا جولنا ناس عبقره يعني عاملين حاجات ما شاء الله ما يعني صعب ان هي حتى تتفهم. انت فاهم قصدي؟ ومفيده في تقريبا في كل المجالات وخصوصا المجالات اللي يمكن بنعاني منها احنا كمصريين وبتسبب لنا مشاكل كتير. فبص انا كنت سمعت من احد ضيوفنا يعني انه خلاص ان بقى في لجنه المفروض تبع وزاره التعليم تقريبا لموضوع البحث العلمي ده والمفروض ان هم ماسكينها شباب والمفروض ان هيحصل فيها تطور في الفتره اللي جايه. انت شايف ان انتوا كمخترعين محتاجين ايه؟ دعم مادي ودعم معنوي وايه كمان؟ والله احنا مش ممكن برضو ما نعلقش كل حاجه على الدوله او على يعني الجهات المسؤوله. احنا لازم كل واحد يتحرك من ناحيته. يعني انا النهارده كان عندي اجتماع في جامعه الدول العربيه في حاجه اسمها نادي العلم العربي. ده حاجه على مستوى الوطن العربي بنجهز المشروع ده عشان يبدا يتعمل. انا وصلت لهناك ازاي؟ لما بدات اسعى واحاول احضر كذا مؤتمر وكذا ندوه للمخترعين وعندي مشاريع وعندي افكار بعرضها. لو انا استنيت حد يعمل لي حاجه محدش يعمل لي حاجه. تمام. حاجه تانية مثلا في برضو برنامج تلفزيوني المخترعين ده هيتعمل ان شاء الله قريب. برضو دخلت في الاعداد بتاعه. برضو يعني اذا كان الحاجات دي جديده قبل كده انا بدات اعمل في اسكندريه ملتقى المخترعين. بعمل كل شهر يعني مرتين محاضرات للمخترعين عشان يعني عايز اغير المخترع. لو انت مخترع انت محتاج انك تعرف حاجات كتير طبعا. مش تعرف حاجه عن فكرتك بس. انت لازم تعرف ازاي تعرض الفكره، ازاي تديله مميزات. يعني رجل اعمال عرض قدامه للفكره هو محتاج ارقام مش محتاج اللي يعرف اهميه الفكره او قيمه الفكره العلميه. تمام. فلا المفروض ان احنا نشتغل وانا صاحب فكره وعايز حد تاني يبقى في مكان تاني عنده فكره ونتحد لحد ما نقدر نعمل كيان. اما احنا هنفضل نستنى الدوله تساعدنا محدش هيساعدنا. صح. صحيح. طيب احمد بتختار صاحبك على اساس ايه؟ السؤال. لا والله هو معظم اصحابي يعني هو ممكن ان دي مشكله بقى في علمي بالنسبه علمي. بالنسبه لنا انا علمي يعني. يعني لو واحد صاحبك ندل مثلا بس عبقري هتبقوا اصحاب؟ والله بص اي شخصيه ممكن تتعامل معاها. تمام. اي شخصيه؟ اي شخصيه ممكن تتعامل معاها. بس في شخصيات ندله، في شخصيات خاينه. لا انا فاهم. اي شخصيه ممكن تتعامل معاها بس الصاحب المفروض ان انت تكون اكتر شخص يعني مش مجرد انك بتتعامل معاه، يكون شخص مقرب لقلبك كده وبتحبه اللي هو حد يكون يعني اكنه اهلك. فاهم قصدي؟ والله المفروض كل واحد يعرف صاحبه على ما هو كل واحد ليه عيوب. تمام. فمش هقدر الومه كل شويه على حاجه عملها. ده انسان ندل. لا ندل وندل الحمد لله ما قابلنيش. انا بقول لك ندل. ندل مباشره. بقول لك ان هو مثلا بخيل شويه دمه تقيل شويه يعني ندل. لا ندل على طول. لا الحمد لله ما حصلش. طب تعرف ايه الجمله المشهوره؟ جمله بتتكون من ايه يا فرح؟ من 24 جمله مشهوره بتتكون من 24 حرف ولا نقطه ولا حرف منهم بيحمل نقطه. انا سمعتها من شويه الاجابه. عرفت الاجابه. طب محمد انت معاك مجموعه من الشهادات والميداليات عايزينك تكلمنا عنهم وتقول لنا اخذتهم. هو الوقت خلص اصلا. وقتنا خلص. طيب سريعا قول لنا حتى على هي دي الميداليه الذهبيه وده درع الابداع. وفي خدت خمس شهادات مش شهاده واحده. خدت شهاده خاصه كمخترع وخدت شهاده للميداليه الذهبيه وثلاث شهادات ثانيين تقدير ليا وتقدير الاختراع. ألف مبروك يا محمد. طيب الحل هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي دي الجملة اللي بتتكون من 24 حرف وما فيش حرف منهم أو ما عليهاش أي نقط خالص. نسيبكم كده وبنشكركم على المتابعة. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من شباب البلد وإلى اللقاء. باي باي.